يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما شروط كفالة اليتيم؟ وهل يكفي دفع مبلغ مالي شهري لجمعية رعاية الأيتام فأحصل على هذا؟ اليتيم الذي تعرفه وتعرف حاجته وأنه ليس له ميراث ولا من يقوم عليه وينفق عليه، لا خير كثير في هاجر عظيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة والوسطى. أما الذي لا تعرفه تصدق يا أخي، إذا كانت في خير تصدق على المحتاجين الذين تعرفهم، ولا تصدق على مجهول لا تعرفه. نعم.